أنا في تونس كرهت حاجة اسمها وطنية، حاجة اسمها مصلحة وطنية. اللي يحب عنده حاجة شهوة باش يحب يعملها يدز على المصلحة الوطنية الوطنية. أنا كي نسمع ساعات عباد يقول له والله أنت كفاءة وطنية يا أخي، معناها هو يعمل استثناء. يعني احنا 11 مليون رقبة في تونس، يظهر لي فما فيهم 11 مليون و 999 ألف ما همش وطنيين، ودبرنا واحد وطني. رو اللا وطنية هي استثناء والوطنية هي القاعدة. يعني هالكلمة هذه والله رجل وطني، والله رجل كذا، هذه بل هو كفاءة وطني. ما شو معناها؟ معناها ما فماش هذوما نختاروا فيهم احنا بالفتاشة باش نلقاهم الناس الوطنيين. كان هذا هو الحال خلينا نشوفوا بلاد أخرى. فهمتني؟ المفروض القاعدة هي الوطنية. دونك الكلام هذا والوطنية والمصلحة الوطنية يبدو لي شبعنا منه ياسر. احنا علاش رفضنا؟ واحنا حتى قبل إصدار التشكيلة الحكومية قلنا رانا احنا لن نعطي الثقة لهذه الحكومة، لأنه المسار اللي تم الكل هو مسار غامض، مسار فيه تهميش، مسار يتم في غلف مغلقة. إذا أنا كسفيان المخلوفي مش تيار ديمقراطي أخشى السياسيين اللي يأتون من زقاق الظلام، لأنك ما تعرفش عليهم شنو يعملوا، أخشى النكرات في الحياة السياسية. وبالتالي احنا شفنا أنه المسار كاملا كان يتقام خارج اطار التشاور. راه ما عنديش مشكله انه تكون حكومه من غير المؤتمر، راه فما حتى واحد مستقل. اللي مستقل على الاحزاب راه تابع لوبيات، راه تابع مصالح ماليه، راه تابع مصالح اداريه. يعني مثلا مستقل على شكون؟ ما عنده حاجه كلمه مستقل. انا نقول من غير المنتمين للاحزاب ما عنديش مشكل، لكن كان ينجم سي هشام يجمع الاحزاب الكل في طاوله من الاحزاب البرلمانيه على الاقل، ونتناقشوا مع بعضنا وننجموا نعملوا حكومه حسب تصور و برنامج معين محدد في الزمن ومحدد في الآلية. واحد يقول لي برنامج، بالله ندعو كل المواطنين التوانسة يطلعوا يلقاو شي نقطة في البرنامج اللي يقدموا فيها إنجاز. تي أفكار عامة، تي حتى الأرقام اللي أعطاها غلط فيها. وقت يتحدث لك على البطالة 15.1% أو إحنا كل المؤشرات تعطيهم أكثر من 18 قريب 26%، يعطي في الأرقام على المديونية غلط. يعني شو معناها اللي يقيموه؟ انا قلت له البارح في البرلمان انت 6 اشهر وزير داخليه، عمرنا ما سمعناك. قلت فكره، قلت توجه شهر كامل، انتم صحفيين وتعرفوا. يعني حتى عمل نقاط صحفيه ما جاوب على حتى سؤال من حتى صحفي، وكانه اولا لا ممكن لا تكون له اي فكره او خايف من الافكار اللي نجم يقولها. لكن رغم هذا مرت الحكومه سفيان المخلوف، ما هو مرت بشكل من الانتهازيه وبالتفقيات في الظلام. أنا وعلى عهدتي أنه سلم الشيشي يجتمع منذ 3 ليالي بسراج الغنوش ونبيل القرم ويحددون في مسار الحكومة القادمة. وبالتالي الحكومات اللي ما تتمش في مسارها في وضح النهار تكون ديما عندها خلفيات لمصالح ذاتية وسياسية من التالي.